زينة مرحبا بك. ربي يخليك. كتواجدي معنا باريس بأي مناسبة؟ بصراحة أنا فرحانة بزاف اليوم كنتواجد في باريس لسهرتي وإحياء أحلى حفلة بصراحة عجبتني اليوم وهي عيد ميلاد ديال ليما 30 أني. ما شاء الله الجمهور كان كثير وفرحت بزاف. صافي كما عودتنا زينة يعني فيما مشات كتعرف يعني حضور الجمهور غفير وهذه الخطرة جاو حضرت أنايا يعني في بين الكراسي كانوا تونسيين جزائريين. زينة معروفة بالأغاني الجميلة ديالها لكن الحاجة اللي سمعتها وثارت الفضول ديالي قالوا يعني فستان جميل زينة يعني شكون كيصاوب لها الشيء واش الأفكار ديالها ولا شكون؟ طبعا كيكونوا بعض الأفكار ديالي ولكن كاين ستيليست ديالي هي دليلة بن سلام هي الستيليست اللي كتكلف ليا باللوك ديالي وريتاج لمياء. زينة باش ما نطولوش عليك راه كيتعبنا كلمة أخيرة للجمهور وخصوصا الجمهور ديال المنتخب الوطني خصوصا أنا اليوم دارت القرعة غادي نلعبوا مع اسبانيا ومع البرتغال. كنتمنى حظ طيب وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله المنتخب المغرب وان شاء الله نرفعوا رايه المغرب للامام والحمد لله انا كنتفائل خير لان ان شاء الله لعبوا مزيان واخر ماتش الحمد لله فرحونا ونتمنى الفرحه تبقى ما توقفش ان شاء الله.